عندنا موضوع حسا النيم جيم وذي الماني ماكس. السؤال مالتنا اللي هو يقول لك نيم جيم وذ 7، راح نكتب الرقم 7 وهي راح تحدد لك انه اذا تريد تبدي بالماكس او تبدي بالمين. يعني هي بكيفك، انت تريد تكتب وين الماكس او تريد تكتب المين اذا ما حددك. اما اذا ما حددت لك يقول لك اريدك تبدي بالمين ماكس، فانت راح تبدي بالمين ماكس. هسه اول شيء لنفترض ان هي قالت لنا بالمين ماكس، تمام؟ فاول شيء راح نبدي انه 7، نعم هاي منا المني، تمام. الفكره مالتها انه احنا راح نقسم 7 نشوف مين جايتنا. هسه عندك 7، اول شيء راح نقسمها المرتبتين. 7 راح تجينا من 6 وزائد 1، تمام؟ انت احسبها يعني 6 و1 = 7. بعد مين جايتنا؟ من 5 و2، وبعد مين جايتنا؟ من 4 و3. 4 و3 = 7. ما تقدر تقول 3 و4، هاي غلط، ما تقدر تقول هيك. او ما تقدر تقول يعني مثلا اذا قلنا 6 ما يصير تقول 3 و3، لان هنا راح يصير تعادل وهنا راح يصير اصغر، فهذا الشيء غلط. ما يصير تخلي رقم اصغر هنا، ما يصير تخلي انه 3 اصغر من 4 ولا تخليه تعادل. هاي كلش مهم تنتبه، ما يصير 3 يتعادل ولا يصير 3 اصغر من 4، يعني ما يصير الرقم الاول اصغر من الثاني. فهسه 7 مين جايتنا؟ من 6 و5 و2 و4 و3. هسه بعد شنو عندنا؟ راح نسويها من 3 مرات. هسه هنا مرتبتين، 1 2 1 2 1. هسه راح نسويها من 3 مرات. 7 دارين نقسمها من 3 مرات، مين جايتنا؟ نقدر نقول 5 و1 و1، 5 و1 6 و1 7، او عندك 4 2 و1، ايش كذا يصير 7، وعندك 3 و2 و2، او عندك 3 و3 و1، تمام؟ تقدر تقول 3 2 2، لان 2 اصغر من 3، او تقول 3 و3 و1، هاي هم تعتبر مقبوله. 3 و3 و1 يصير 7. هذا اني في حاله كانت 3 مراتب، انقسمها 7 جايتها من 3 مراتب. هسه عندك اذا صارن 4 مراتب، 7 اذا كانت من 4 ارقام، شو يصير؟ يصير عندك 4 1 1 1، ايش قد معدوده؟ 1 2 3، يصير 7. او يصير عندك 3 2 1 1، او عندك 2 2 2 1. انت قلت لك يعني اذا شفتها شغله صعبه، انت بس ذكر هاي القاعده، ما يصير بيها تعادل وما يصير الرقم هذا اصغر من اللي قدامه اللي هو 3، ما يصير اصغر من 4، ما يصير تسوي هيك. فعندك 5 تقدر تسويها 4 صحيح، تقدر تسويها 3 صحيحه، تقدر تطلع من عندها 2 2 1. المهم انت ما تقدر تسوي ذني كليه المساويات ولا تخلي هذا الرقم اصغر من هذا الرقم، تمام؟ هسه عندك في حاله كانت 4 مراتب، في حاله كان عندنا 5 مراتب، 7 نريد نطلعها من 5 ارقام، ايش تقدر تسوي؟ تقدر تقول 3 بواحد 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 بواحد، تجمع الكليتين 1 1 1 1، 4 و3 يصير 7. او عندك 2 2 بواحد بواحد بواحد، اذا اذا تجمعهم يصير 7. هسه اذا تريد تسويها من عندنا 5 مرات، لا تسويها من 6 مراتب، ما راح يصير عندك بس حاله واحده اللي هي 2 بواحد 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 بواحد، اذا كليتين راح يطلع لك 7. بس خلينا نرجع نحل. 7 من جايتنا اذا مرتبتين، 6 بواحد 5 باثنين 4 و3، توصل 4 و3 وتنتهي، ما يصير الرقم يقول مثلا 3 ب4، ما يصير حد 4 و3 حد. هسه اذا في حاله 3 مراتب تقدر تقول 5 جايتنا من 1 جايتنا من 1، تمام؟ 5 1 1 يصير 7، 4 و2 4 و2 و1، او 3 2 و2، او 3 3 1، كلهن صحيحه. في حاله تكون 4 مراتب، 4 1 1 1، او 3 2 1 1، 2 2 2 1، اهم شيء الرقم يكون هذا رقم يعني اصغر من اللي قبله. وبعد عندك اذا صارت 5 مراتب، 3 1 1 2 2 1 1، عندك هنا 2 في حال كان 6 مراتب،
2 1 1 1 هو الموضوع كلش بسيط، فانت بس ارجع حله مره ثانيه راح تفهمه اكثر. تمام، هسه يبقى عندنا موضوع الاتجاهات اللي هو نشوف احنا عندنا الان 6 يقدر يتجزأ، 7 يقدر يتجزأ الى 6 1 5 2 4 3. تمام، نشوف ال 6 نقدر نجزئه الى 5 1 1 يصير 4 2 2 يقدر يتجزأ، 4 3 3 ما تقدر تجزئه لان هنا عندنا 2 فما تقدر تقسم انه هنا نجزئ 6 3 3 3 ما يصير، اكثر شيء يتجزأ بس ال 4 2. عندك هنا 5 2 تقدر تجزئه الى 4 2 1 يصير، وتقدر تجزئه الى 3 2 يصير همات. اما اللي هنا ما تقدر تصير، ما تقدر تخلي هنا 1 فما راح تقدر يتجزأ. الأربعة تقدر تجزئ إلى 4 2 2، 4 تقدر 3 مثلا 3 2 1 فيقدر يتجزأ صحيح، ويقدر يتجزأ إلى 3 3 1. تمام، الخامسة تقدر تجزئ إلى 4 1 1، تقدر تجزئ إلى 3 2 2. الأربعة تقدر تجزئ إلى 3 2 1 1. عندك 3 2 2 تقدر تجزئ إلى 2 2 2 صحيح، وتقدر 3 3 1 تقدر تجزئ إلى 3 2 1 1. ثلاثة هاي اثنين، ثلاثة هنا تقدر تجزئ اثنين واحد واحد، هاي مقبولة. يبقى عندك الأربعة واحد واحد، الأربعة تقدر تجزئ إلى ثلاثة واحد واحد بس ما تقدر تجزئ إلى اثنين اثنين. الثلاثة تقدر تجزئ إلى اثنين اثنين واحد، يبقى عندك ثلاثة وعند اثنين. الثلاثة تقدر تجزئها إلى اثنين واحد واحد بس الاثنين ما تقدر تجزئ، ما تقدر هنا ما يتجزئ إلى اثنين واحد واحد، فالناتج يطلع في الاتجاه يصير عندك بهذه الطريقة من 2 ل 7. هسه هنا يبقى عندك موضوع الواحد والصفارة. الواحد والصفارة هاي يعني شيء من يمك تخليه، فأنت راح تبدأ تكتب هنا الواحد، تكتب هنا واحد 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 ودار ترتبه، فأنت هنا راح تضل تخلي 0 1 0 1، هذا شيء من يمك أنت تخليه، وهنا 0 1 0 وهنا 0 1 هنا 0 وبس. هذا هو الحل اللي هو نطلع النيم للسبعة هاي الطريقة.